الاختيار الأفضل. المسابقة اليوم خاصة بسكان الجنوب. ألو مرحبا مع أول مشارك، بقي من عمر البرنامج 5 دقائق. أهلا وسهلا. ألو. نعم سيدي، من معنا؟ معكم بالقاسم من مدينة مسعد الجلفة. بالقاسم من مسعد الجلفة. نعم. دائما بالقاسم يا سيدي الكريم، يا مرحبا يا أهلا يا وسهلا. ولكن لطول الفترة تقريبا 3 سنوات محاصرين رياضيا. عندك 3 سنوات ما شاركش معنا. نعم 3 سنوات محاصرين رياضيا من طرف حاوي الدرجي. ولكن نتذكر بأنه في كل مرة كنت تفوز معنا. الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى والوالدين. نتمنى أن تكون إن شاء الله على خير إن شاء الله. أنا أريد أن أبحث لك عن أصعب سؤال. يا رب إن شاء الله تكون الدعاء الوالدين، إن شاء الله يكون السؤال بسيط جدا. بالنسبة لك أعتقد بأنه بسيط. من هو المصنف رقم 1 عالميا بالنسبة لرياضة التنس اللاعبين المحترفين؟ اللاعب المحترفين المصنف هو السويسري روجي فيديرير ب 7290. أبك توحي بأن لديك الأسئلة ولديك الأجوبة. المصنف الثاني هو رافائيل نادال من إسبانيا ب 4875 نقطة. خلينا نزيد لك سؤال آخر، ما هو نوع السيارة التي يقودها فرناندو ألونسو بطل جائزة الفائز بجائزة ماليزيا البارحة؟ اسمح لي حبيبي درجي نحترمك كثير ولكن هذا خارج السؤال. نعم خارج السؤال. الله يسترك. على حسب الموقع الهولندي لايف لوست، هي من نوع السيارة تويوتو اف 2، هذا حسب الموقع الهولندي لايف لوست. ممكن تعطيني المتركين تاع السيارة؟ المتركين تاع السيارة ممكن 2007 لأنه غالي جدا. بالقاسم هو يقود سيارة ماكلارين مرسيدس. ولكن حسب الموقع الذي درسته ومضى لحظة يا حبيب، لا نملك سوى أن نعطيك الجائزة يا سيدي القاسم. ولكن حبيب دقيقة، الله يسترك، هذه إهداء إن شاء الله إلى مدينة مسعد وإلى كافة سكان مدينة مسعد. يا سيدي القاسم أنت تحرجنا لأنك لديك. لا إن شاء الله هذه قد تكون آخر مرة إن شاء الله. خليني الوالدة أمامي وإن شاء الله آخر. سلمني على الوالدة، ولكن تحرجنا لأن مستواك عالي جدا. الله يسترك حبيب. ولو نسمح لك بالمشاركة في كل مرة ستفوز بكل الجوائز وهذا غير معقول. يا حبيب اسمح لي دقيقة، الله يسر يا حبيب. نعم الله يسر. أمام الملوى أمام الجمهور الجزائري إن شاء الله هذه آخر مرة إن شاء الله. لا معلش آخر مرة حبيب. نبقى ونتفى اتصال عن طريق إن شاء الله القناة الرياضية الجزائرية. نبقى في اتصال عن طريق الهاتف. شكرا لك جزيلا. وقل إلى السكان حي المجاهدين وإلى السكان مجلس مسعد. سلم لي عليهم من الألف للياء. شكرا، تعيش مع السلامة. الله يسر. واستمتع مع مشروبات بلانش، فلاش الاختيار الأفضل. طبعا